مساء الخير، هنا دا أسوي مقلوبي. بديت أسوي البوتيتا أول شيء، بعدين الباذنجان وقصصتهم مثل دوائر. بعدين قصيت البصل والفلفل، بعدين طماطة، وبديت أقليهم. أنتوا تقدرون تحطون أي شيء اللي يعجبكم. خليتهم يتقلون حوالي 5-4 دقائق، بعدين حطيت الباذنجان، وهنا أنا حطيت الفلفل، بعدين البصل، بالأخير الطماطة. لا تخلوها الطماطة هواية تنقلي لأن تستوي بسرعة. وحطوهم خضروات مالتكم على الصفحة وابدوا تسوون التشيكن. أول شي حطينا دهن، وحطينا 3 فصوص مال ثوم، بعدين حطيت بابريكا، فلفل أسود، فلفل أحمر، ملح وليمون عصرتهم. بعدين حطيت التشيكن مالي وكل 15 دقيقة وقلبتها لغير صفحة حتى تستوي، وحطيت شوية مي. والتشيكن يستوي في 30 دقيقة. نادى سويت من الأحمر، حطيت فلفل أسود وأحمر ويا معجون وقلبتهم في 5 دقائق. بعدين حطيت التمن، خليتهم يقلون في 5 دقائق. بعدين حطيت المي من الدجاج اللي سويناه، بعدين حطيت 2.25 كوب مي حار وبقي يسوي في 15 دقيقة. هنا أنا بديت أسوي اللايرز. أول شي حطيت التشيكن، شوية حطيت البراث ماله حتى يصير طعم شوية طيب. هنا أنا حطيت البوتيتا أول شي، بعدين الباذنجان، بعدين الفلفل، حطيت البصل وطماطة بالأخير. ورا ما يستوي التمن أحطه بالأخير، وخليتهم يستوون كلهم مع بعض في 10 دقائق. بعدين جيبوا صينية وقلبوها جدرية وعلى كيفكم شيلوها حتى تطلع مرتب، وطلع هواية طيب. إن شاء الله تجربوها. طول العافية.